ولك عين؟ هاشتاج ولك عين بتحطوه على اي من السوشيال ميديا الخاصه بعالم الصباح، تبعتوا لنا اي فيديو كمان عبر رقم الواتساب 03-010-533. طبعا نحن هي حملتنا لخلال شهر اذار للسلامه المروريه على الطرقات، يعني تحضيرا للقانون الجديد اللي ان شاء الله بيمشي بشهر نيسان. مثل ما عم نسمع ما حدا بيعرف، ان شاء الله نوصل للموضوع بشكل جدي لنخفف من حوادث السير اللي عم بتصير. ما يقارب 750 شاب وصبيه او شخص من لبنان عم بي يعني يتوفوا بسبب هالحوادث هيدي. رح ننتقل عن صبحي قبلاوي مثل ما قلنا وبرعايه العماد جو قهوجي وبالتعاون مع بلديه بشري ومحطه تلسكيل ارز، الدورة ال 24 بمشاركة 16 بلد من مختلف أنحاء العالم. نحن بنصبحك بالخير صبحي، خبرنا شو الأجواء عندك وشو عم بصير. صباح الخير لك جوزيف ولكل مشاهدي عالم الصباح وتلفزيون مستقبل. نحن موجودين بعلو 2100 متر ببشري بالارز، تحديدا محطه تلسكيل ارز مثل ما قلت، برعايه قائد الجيش العماد جون قهوجي. الاتحاد اللبناني للتزلج عم ينظم بطوله دوليه بمشاركه 16 دوله من مختلف انحاء العالم وخصوصا من اوروبا. الاتحاد اللبناني عم يعمل مجهود كثير كبير. بشري والارز فيهم اليوم مهرجان له حوالي 3 ايام لانه عدد المشاركين كثير عالي، المنافسات كثير حلوه، الطقس كثير حلو جوزيف اليوم، ساعد كثير نوعيه الثلج لانه امبارح كان في جليد بالليل، فهذا بيساعد اللعيبه اليوم. على كل الاحوال رح فوت دغري باجواء الاسبوع الدولي بالارز ورح بلش مع بطل لبنان للسكي مع طبعا جورج سلامه اللي اشهر من ان يعرف. رح يكون معنا جورج حاليا لنحكي نحن وياه. بونجور جورج. جورج كيفك؟ يعني خبرنا اليوم كيف الاجواء هون بالارز وكيف النتائج عم تكون لكم كلبنانيه عم تلعبوا ضد في ناس مصنفين 30 وبين 30 وال40 وهذا شيء مهم كثير. ليك صبحي انا قبل ما احكي تكنيكلي بس في شكر كبير لكل من كل اللعيبه لكل اللجنه بالارز عن جد على التحضير السوبر بروفيشنال اللي كانوا عم بحضروه على البيست من اول امبارح. كان في عاصفه بالليل، يعني كنا كلنا متوقعين انه يكون في معجزه امبارح اذا حيصير السبق. الساعه 2 بالليل كانوا عم بحضروا البيست، يعني شكر كثير كبير، يعني هذا بدل عن احتراف بالشغل. بالنسبه للسبق، سبق كثير حلو. اكيد الشباب اللبنانيه، يعني في انا ونينو وجيفري عم نجرب ننافس، بس اكيد منا اناف، يعني بدهم تمرين اكثر الشباب. بس اكيد يعني مع هاي الاكسبيرينس اللي بياخذوها من هيدا المستوى بيخليهم يتقدموا بالنقاط ليكونوا احسن بالمستقبل. وبتعرف يعني تقدر تجيب لعيبه بهالمستوى على لبنان هيدا صعب كثير. بقى هون شكر للاتحاد اللبناني عن جد على هالمجهود الكبير اللي قام فيه تجيب لنا هيك مستوى يتقدموا فيه الشباب اللبنانيه. لكم امل تقدروا، امبارح انعمل ميداليه ذهبيه عند البنات للبنان، لكم امل عند الشباب؟ يعني البنات لانه ما اجى كثير بنات من برا، الشباب يا ريت في ارجع 10 سنين بالعمر لورا كنت بقول لك اكيد بينجيب ميداليه، بس هلا مع الشباب الناشئين اللي عندنا ما بقول لك السنه بس لسنتين ثلاثه لقدام هالتحضير اللي عم ينعمل لهم اكيد في مستقبل منيح كثير. ثانك يو لك جورج، بالتوفيق بتاني موش. ثانك يو، ثانك يو لك. فاذا جوزيف اكيد رح نتابع، رح كمان من مثل ما قلت برعايه بلديه بشري هون الايفنت عم يصير، وبالتالي طبعا رح يكون معنا نائب رئيس بلديه بشري لنحكي عن بشري المنطقه يلي عم تستقبل العالم. واكيد كلنا بنعرف انه مرتفعات الارز من الاجمل بلبنان، ان كان من ناحيه الطبيعه وغابه الارز يلي موجوده هون او حتى نوعيه الجبال الحلوه يلي موجوده كمان يلي الله اعطيها اياها لبشري. صباح الخير واهلا وسهلا فيك على تلفزيون المستقبل. اهلا وسهلا فيكم، بدي اغتنم الفرصه واقول اهلا وسهلا تلفزيون المستقبل، اهلا وسهلا بالفريق كله سوا، انتم ببيتكم، انتم بارز الرب، اهلا وسهلا فيكم. خبرنا بشري اليوم كمنطقه كانماء شو انعمل ببشري لحتى تقدروا تستقبلوا ايفنتات مهمه مثل هالاحداث الدوليه وتستقبلوا على عدد كبير من الناس هون ببشري. صراحه انا بدي فوت بالشق الانمائي يلي خلينا بشري العالم كلها تصالع بشري وعلى قضاء بشري. بدي بلش انه بمجهود نائبي بشري النائب ستريدا جعجع والنائب استاذ الي كيروز يلي هن اشتغلوا على انماء المنطقه والقضاء بشري، منهم يلي صار حيلا مواطن او سائح بده يصال على الارز، صار في صال بسرعه اكثر، صار الطريق مسهله اكثر، صار عندنا مواقف، صار عندنا طرقات واسعه،
ولازم تشوفوا هذا الفرق. انتوا هلا انتوا الفرق موجود ومبين، وهذا الشيء اللي بيخلي يصير حدث كبير مثل 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 هذا الحدث اللي يعني يصير هلا. الاتحاد الدولي عامل ايفنت عندنا، عامل حدث كبير 4 5 ايام، ما في اي مشاكل لا بالسير ولا بشيء ابدا، البيستات مفتوحه، كل شيء تمام. وفيني اقول لك شغله، انه بدعي المستثمرين كلهم يجوا على المنطقه، لانه صار عندنا طرقات، والمستثمر يطلع على القضاء وعلى الارز اكيد بده يكون متوفر وبنيه تحتيه. فيني اكد لك انه صار في 70% من البنيه التحتيه بمجهود النواب صارت موجوده، وفي 30% شيء على التنفيذ ان شاء الله قريبا، وفي شيء كايد الدراسه. بنوعدكم خلال سنه سنتين بتكون القضاء بجنن، واهلا وسهلا بالعالم كلها سوا، ووكالتنا مفتوحه، واي شيء حتى امنيا في تنسيق مع الدوله ومع كل الفعاليات من رئيس اتحاد رؤساء بلديات. عندنا في تعاون كامل نحن ونواب بشاري بهالموضوع، واي مشكله نحن حاضرين تنعالجها وما يكون في اي مشكله مع العالم. يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. فاذا كمان رح نكمل جوزيف، رح ناخذ كمان اليوم يعني مثل ما عم تشوفوا بمحطه تلسكي الارز عدد كثير كبير من اللعيبه اللبنانيه والاجانب. هون لابد نقول جوزيف انه في دول مهمه بسكي مثل النمسا، مثل البرتغال، مثل الدنمارك، مثل السويد، عدد كبير. ايران عملوا نتائج مميزه كمان امبارح، كان عندها ايران مركز ثاني وثالث. يعني كل هالدول اضافه لقبرص واليونان عم نشوفهم هون بالوقت يلي لبنان اكيد ما عم يقطع باحلى حالاته، ولكن بيبقى لبنان وبيبقى هالبلد الحلو اللي العالم بتحبه يعني بالنهايه. كمان استاذ الي فخري اللي مسؤول ومن شركاء بمحطه تلسكي الارز، بونجور. بونجور، كيفك؟ اهلا فيكم. يعني اذا بدنا نحكي اليوم عن محطه تلسكي الارز، هالمنطقه الحلوه، البيستات الحلوه، خبرنا اول شيء قديش بيستاتكم مميزه وشو مميز عندكم بتلسكي الارز، وقديش بتضل يا استاذ الي مفتوح هالبيستات هون، لانه اكيد مختلفه عن تاني بيستات. ولا نحن السنه البيستات مثل ما انك شايف بيستاتنا مميزه عن غيرها بطول البيست وبوسعه، ونحن بنتوقع السنه انه الثلج يدين شوي اكثر من الموسم، لانه عندنا العلو تبعوا المحطه يعني ببلش بال 2100 متر، يعني تلقائيا الثلج بيدين اكثر من غير محطات. وقديش صارت بسهل الامور لحتى تجي العالم استاذ الي فخري على تلسكي الارز ويعملوا سكي برياحه؟ يعني عم نحاول نساعد الناس على طرقات يوصلوا اكثر، يعني عملنا لهم طرقات، صار في طريق سانس اونيك توصل لعنا هون، يعني عم نساعد قد ما فينا ونعمل قدرتنا يعني بال بدنا نحكي شوي عن ايفنت بده يصير الليله بالتلسكي الارز هون. يمكن العالم وجوزيف بدي اقول لك بالاستوديو ولكل اللي عم يحضرونا، في شيء مميز رح يصير. صار الاسبوع الماضي كان كثير حلو، حوالي 1200 شخص كانوا موجودين السكي نايت الليله. اكيد اكيد احنا عم نحاول نعمل ايفنتات اكثر ما فينا. عم نفتح بيستات مضويين بالليل، وعم نضوي، عم نجيب دي جي، عم نعمل سهرات على التراس هون. يعني السبت الماضي كان في اقبال كثير قوي، يعني كان عندنا بال 1200 1500 تقريبا، يعني ما كان حدد محدد، بس كثير حلو، والناس بنشجع الناس يطلعوا، لانه يعني كانت سهره كثير حلوه وعم بتكون كثير. ثانك يو لك الي فخري اكيد، وثانك يو لتلسكي الارز. اهلا فيكم. كمان رح جرب ناخذ اذا بعد في لعيبه، حدا من اللعيبه موجود. على كل الاحوال يعني اللعيبه كلهم على البيست فوق جوزيف، بس اكيد مثل ما عم تشوفوا هالمناظر الحلوه، مثل ما عم تشوفوا هالاجواء الحلوه. خلينا نحكي شوي عن التكنيك اللي عم يصير اليوم بالسباق التعرج، اكيد هذا واحد من السباقات الصعبه، منها سهله. اذا مثل ما سمعتوا جورج سلامي ببدايه حديثنا اليوم بعالم الصباح، اللبنانيه على الرغم من انه نحن من البلدان القليلة بالشرق الأوسط اللي عندها ألعاب شتوية، خاصة أنه الثلج بيتميز فيه لبنان عن كل البلدان العربية، اليوم هيدا الشيء ما بيساعد كتير، لأنه لبنان موسمه كتير قصير، موسم منه طويل، وبالتالي اللاعبين ما عندهم قدرة أنه يتمرنوا. عشان هيك دايما بنشوف اللعيبة يلي كمان من بولندا. Tell us about your experience here in Lebanon. Yeah, it was a really nice slope and really nice competition, but yesterday was a little bit bumpy and snow conditions was not so good. But today is perfect condition and really nice competition. Thank you.
فاذا كمان من بولندا عم بيشاركوا اليوم بلبنان، ومثل ما سمعنا جوزيف عم يقول انه امبارح كانت الاجواء منا كثير مساعدتهم، اليوم الاجواء احسن، وبالتالي اليوم الطقس اكيد مثل ما قلنا ببدايه حديثنا افضل لانه جلدت بالليل، وبالتالي طبعا هذا الشيء بيساعد اللاعبين. اللاعبين اللي من الدول الاوروبيه عندهم حظوظ اكثر انه يعملوا نتائج مهمه، يعملوا ميداليات ذهبيه، ولكن امبارح كان في ميداليه ذهبيه للبنان عند السيدات. رح نحاول ان شاء الله على طلعتنا الثانيه بعالم الصباح انه يكون عندنا هاللاعبه كمان يلي امبارح قدرت تعمل ميداليه ذهبيه للبنان. هذا الاسبوع الدولي رقم 24 ينظم كل سنه بلبنان، السنه الماضيه ما تنظم هالاسبوع الدولي لانه ما كان في ثلج، وبالتالي صح. الاجواء بلبنان ابدا هيدي كانت تاريخيه، لانه هيدي البيستات وقت انفتحت من حوالي 50 سنه جوزيف، وقت اول مره ثلاث مستثمرين عملوا هالتلسكي هون، من بعدها بنفس السنه ما كان في ثلج وكانت لا. حدث تاريخي للبنان. من 60 سنه يعني تقريبا ما صار عندنا هالازمه الثلج، هيدي السنه الثلج ممتاز والاجواء لا. حلوه كثير. صبحي بس بدي اسالك، طمنا على حاله الثلج، يعني هل الموسم طويل ولا يعني بعده قاسي الثلج، بعده مكدس فوق بعده مزبوط، يعني في عندنا موسم لقدام؟ ثانك يو لك جوزيف على السؤال الكثير مهم، لانه اليوم اكيد في شغله مهمه، بما انه العالم الاسبوع الماضي ببيروت نزلوا على البحر، كثير من الناس فكروا انه موسم السكي بلبنان خلص، لا ابدا هذا الشيء منه صحيح، السكي هون بعد بضاين اقل شيء شهر ونص فيهم العالم يعملوا سكي بالارز ببشري، الثلج كثير ما شاء الله وسماكه الثلج كثيره بتساعد، بستات رح تضل فاتحه، وجوزيف ما حدا يفكر اذا طلعت الشمس ببيروت وطلعت الحراره شوي ننزل نتشمس على البحوره بطل في سكي، لا السكي مضاين والثلج مضاين، اللي بيحب سكي فيه يطلع لهون على الارز وعلى بشري ويقدر يعمل سكي برياحه، وبالليل كمان نحن اليوم ان شاء الله رح نفرجيكم عبر شاشه التلفزيون المستقبل هالسكي نايت اللي بيعملوها هون، وهيدا حدث مميز من نوعه لانه الاجواء مش بس هي سهره السكي، لا هي في ناس رح يطلعوا على البيستات المضويه، يعني وكانه حدا عم يلعب فوتبول بالليل، نفس الشيء عم يلعبوا سكي تحت الاضاءه. ثانك يو لك صبحي، بنرجع لك عده مرات خلال النهار على شوف شو الاجواء بالارز أكيد. بالنسبه للدوره ال24. اما هلا خلينا نروح على صالات السينما اللبنانيه ونشوف مع غيدا فكره جديده شو فيكم تشوفوا اليوم بلبنان. ضمن افلام هالاسبوع ترجع مرة جديدة الفيري تيل سندريلا على الشاشة الكبيرة مع المخرج كينيث برانا، عن البنت اليتيمة اللي بيوقع بغرامة الأمير، مع ليلي جيمس، كيت بلانشيت وهيلينا بونام كارتر. وفيلم الأكشن ران أول نايت مع ليام نيسن، أد هاريس وجينيسيس رودريغيز، عن هيتمان عم يكبر بالعمر وعم يتحدى الكل لحماية ابنه وعائلته. من بعد تعاونهم بعدد من الأفلام بيرجع بيجتمع ثنائي جينيفر لورنس وبرادلي كوبر من جديد بالفيلم الدرامي سيرينا. بعز الديبريشن بنورث كارولينا، مستقبل ثروة جورج بتصير بخطر من بعد ما يتزوج سيرينا. إذن تنكو لغيدة بريك قصير، بعدها منعود للمتابعة مع الشيف عبدالله وطبعا أينو مع عمر.